بسم الله الرحمن الرحيم، هنشتغل مع بعضنا إن شاء الله منهج الفيزياء السنة دي بتاع تانية ثانوي. تمام، معاكم الباشمهندس طه، قسم هندسة التكرير، فرقة تالتة بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس. جميل، المفروض كان زميلي هو اللي يشتغل معاكم، بس حصلت عنده بعض الظروف واعتذر يعني إن هو يكمل، ربنا يصلح له الحال، فأنا اللي هكمل معاكم بإذن الله. الأول كده نظمنا إن إحنا هنشتغل بكتاب المدرسة، أن ممكن نشتغل معاه من كتاب الامتحان. أنا عن نفسي بحترم الكتاب ده جدا، منظم وطريق أسلوبه كويس وكمان أسئلته كويسة. تمام، بالإضافة لبنك المعرفة المصري، وده طبعا أنتوا بتخشوا عليه عن طريق التابلت اللي معاكم. طبعا النظام الجديد على حسب ما الوزير قال، اللي هو امتحان الـ MCQ والكلام دوت، هو بيخاطب اللي فاهم، يعني إحنا يهمنا نفهم الحاجة، ما يهمناش إن أنت تحفظ الحاجة. فنحاول بقدر الإمكان نبسط الموضوع ونوصل المعلومة إن إحنا نبقى فاهمين الحاجة. لو فهمت أي حاجة في الدنيا مش هتحتاج إن أنت تحفظ أي كلام منه. تمام، والموضوع بإذن الله سهل، والمواضيع بتاعتكم يعني المنهج ممتع الصراحة. ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بأول حاجة في المنهج عندنا، وهي في أول فصل اللي هو الحركة الموجية. عنوان الفصل أول حاجة الحاجة الأول بنعرف هي أنواع الحركة، طبعا دي المفروض درستها في إعدادي، بس هنعرف مراجعة سريعة كده عليها. حركة دورية، أولا الحركة الانتقالية الأول هنبدأ بيها. يعني إيه انتقالية؟ دي حركة بيبقى لها نقطة بداية ونقطة نهاية. تمام، يعني أنا مثلا هبدأ من عند مثلا أول رسمت خط مستقيم مثلا، أو هبدأ من أول الشارع وهنتهي عند آخر الشارع، دي كده أنا اتحركت حركة انتقالية. جميل، زي إيه أمثلة عليها أو أنواع الحركة بتاعتها؟ زي الحركة في خط مستقيم. الحركة في خط مستقيم مش معناها إن أنا رسمت خط مستقيم بالملي وهمشي فوقه، لأ، ممكن يكون شارع منحني عادي، ده برضه بسميها حركة في خط مستقيم. تمام، أهم حاجة يبقى لها بداية ولها نهاية. جميل، زي إيه؟ زي حركة العربية. نفترض مثلا ان العربيه خارجه من اول الشارع من هنا وانتهى بقى المسار بتاع اخر الشارع هنا كده. جميل، زي ايه تاني؟ زي حركه المقذوفات، اللي هو مثلا زي طفل اهوت بيرمي كرة السله، بدايه من ايده دي نقطه البدايه، والسله مثلا دي نقطه النهايه، يستقر في السله او هتنزل تحت. تمام، ديت برضو ده انواع الحركه الانتقاليه. بعد كده بخش في الحركه الدوريه. ايه هي الحركه الدوريه؟ دي قال لي حركة بتكرر نفسها بانتظام على مدار زمنية متساوية، يعني الحركة دي بتنها تعيد نفسها، تعيد نفسها. تمام، زي ايه؟ زي الحركة الاهتزازية. طب الحركة الاهتزازية دي شبه ايه بالظبط؟ شبه بالظبط البندول. تمام، وده موضوعنا النهاردة. البندول شايف بيتحرك ازاي؟ تنيه رايح جاي رايح جاي، وبيعيد الحركة بتاعته دي على فترة زمنية متساوية، عشان كده أصلا بتستخدموه في ساعة البندول. تمام، عندي ايه تاني برضو؟ الحركة الدورية، الحركة الموجية اللي هي بتصدر عنها موجات. زي ايه؟ زي المية، لو شقط، لو حد واقف في مكان فيه مية ولا حاجة، أو مثلا جاي عندك جردل فيه مية وحبيت تنزل تمسك حصى وترميها في نص الجردل كده، تلاقي المية بدأت تعمل أمواج زي ما زي دي كده، والأمواج بدأت تنتشر وتتولد غيرها على فترات زمنية متساوية وبتتكرر. تمام، بعد كده بناخد بقى الموضوع بتاعنا بتاع الدرس اللي هو الحركة الاهتزازية. أمثلة عليه زي مثلا الشوكة الرنانة، الحركة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، بتتحرك على جانبي موضع الاتزان، تمام، يمين وشمال بشكل ايه؟ متساوي على فترة زمنية متساوية. جميل، زي حركة البندول، زي حركة الوتر المشدود بتاع العود، يعني مثلا الموسيقي اللي هو بيجي يعمل بيجي يلحن، بيبقى برضه حركة العود حركة الوتر بتاعه بتبقى حركة اهتزازية. زي الزنبرك أو الملف الزنبرك زي ما احنا شايفين كده، اللي هو طالع نازل دوت، تمام، بيتحرك
على موقع على موضوع الاتسام بتاعه زي مصورة موضحة كده اللي هي تحت، اللي هي بتشرح الحركة. لو احنا خدنا سكرين اكننا خدنا موضوع الاتزان اللي هو الخط اللي في النص دوت، هو كاتب لك. انا مثلا انا لما قمت رايح جذبته لتحت، بدأ ان هو نزل تحت اهوت، بعد كده يطلع ويطلع فوق الى موضع السكون نفس المسافة اهي، اللي هي بسميها السعة. يعني هندرسها دلوقتي بشكل موسع شوية. تمام، الحركة الزيادية أصلا بنرجع لأصلها حركة دورية، يعني بتكرر نفسها بانتظام. جميل، ودي يعتبر هناخد منها مدخل للحركة الموجية. جميل، ركزوا معايا في الحاجات اللي جاية. طبعا هناخد مفاهيم مرتبطة بالحركة الاهتزازية، ودي يعتبر مدخل للي جاي بعد كده. جميل، وعشان نوضح الدنيا عشان نوضح الدنيا هناخد أبسط مثال للحركة الاهتزازية اللي هو البندول. تمام، لو أنا عندي شفت البندول طبعا بتاع الساعة اللي كان من شوية ده، لو احنا خدنا على المسار بتاعه 5 نقط زي ما احنا شايفين كده، ألف وب وجيم ودال ولام. جميل، أبدأ عن طريق ال5 نقط دول هاخد المفاهيم المهمة أو المرتبطة بالحركة الزيادة اللي بتوصف الحركة دي كلها. منها إيه؟ أول حاجة خالص ببدأ بالإزاحة أو إزاحة الجسم المهتز. إيه هي إزاحة الجسم المهتز؟ هي عبارة عن المسافة اللي بيمشيها أو الإزاحة اللي بيصنعها الجسم المهتز ده من موضع السكون أو الموضع البداية، يعني اللي هو ألف دوت، نقطة ألف دي، لأي نقطة على المسار بتاعه، يعني النقطة الدال. يعني وصلت من هنا من ألف لدال قطعة مستقيمة، دي اسمها إزاحة. وصلت من دال من ألف للام قطعة مستقيمة، دي اسمها إزاحة، وهكذا. جميل، والإزاحة هي كمية موجهة، المفروض دي احنا عارفينها من الميكانيكا وعارفينها من السنة اللي فاتت كمان، من السنة اللي فاتت في الفيزياء بتاعت أولى. جميل، كمية موجهة يعني إيه؟ يعني لها نقطة بداية ونقطة نهاية. يعني لو قلت الإزاحة ألف دال، مش هي هيها الإزاحة دال ألف، هي بتساوي في المقدار، ولكن في الاتجاه بتساوي سالب الإزاحة دال ألف. جميل، بقولنا إزاحة الجسم الممتاز عبارة عن إيه؟ الإزاحة اللي بيصنعها الجسم من نقطة السكون بتاعته اللي هي نقطة ألف، تمام، دي الموضع الأساسي بتاعه اللي هو كان واقف عنده خالص ما بيتحركش ساعتها قبل ما أنا محركه. تمام، ليه؟ لأي نقطة على مسار الحركة. يعني الألف من ألف للدال دي إزاحة، من ألف لب دي إزاحة، من ألف للام دي إزاحة، من ألف لجيم دي إزاحة. تمام. بعد كده باخد حاجة بقى خاصة من الإزاحة دي، تمام، وهي ساعة الاهتزاز، اللي هي إيه؟ أقصى إزاحة بيعملها الجسم أو بيعملها البندول ده على الجانبين بتوعه أو على جانبي الحركة. تمام، اللي هما هنا الإزاحة ألف جيم، جيم وألف ب. تمام، دي أقصى إزاحة بيوصل لها الجسم، وبالمناسبة هما هنا متساويين طالما الحركة دي اهتزازية. تمام، بعد كده باخد حاجة اسمها الاهتزازة الكاملة. باخد حاجة اسمها إيه؟ الاهتزازة الكاملة. إيه هي الاهتزازة الكاملة؟ لما الجسم بيمر بالنقطة اللي المفروض بدأ من عندها مرتين، أو نقطة في مسار في اتجاه في الاتجاه أو في المسار بتاعه مرتين وهو واخد نفس شكل الحركة، بقول إن هو كده عمل اهتزاز كامل. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لو هو الجسم بدأ يتجه من ألف لب، ده كان بداية الحركة، وبعد كده رجع تاني من ال من ب من ب لألف. جميل، وبعد كده رجع تاني مشي من ألف لجيم، وبعد كده من جيم لألف تاني، وهو بيمر من ألف هنا تاني، المفروض انه هيروح بقى على ب. لو انا خدت بالي اول مرة بدأت بيها كان ايه؟ كان ألف رايح على ب، ودلوقتي تاني مرة ألف رايح على ب، هو كده عمل كام ساعة اهتزاز؟ عمل 4. وطالما مر بألف مرتين بنفس الشكل، يبقى كده عمل حاجة اسمها الاهتزاز الكامل. يبقى هي الاهتزاز الكاملة هي الحركة اللي بيصنعها الجسم المهتز لما يمر بنقطة في مسار حركته
مرتين متتاليتين، بس خلي بالك بنفس الطور، بنفس الطور. يعني ايه الطور؟ يعني يكون بنفس اتجاه السرعة اللي كان ماشي بيه. يعني طلع، يعني لو هو كان بادئ رايح لأل يعني من ألف لب، يبقى لازم للمرة التانية يبقى رايح برضو من ألف لب، ما ينفعش يبقى رايح من ألف لج. تمام؟ تمام. بعد كده باخد حاجة اسمها الزمن الدوري. ايه هو الزمن الدوري؟ تمام. الزمن الدوري هو عبارة عن الزمن اللي بيستغرقه الجسم ده عشان يعمل اهتزازة كاملة واحدة، يعمل اهتزازة كاملة واحدة. يعني يعمل ايه؟ يعني يمر بنقطة مرتين بنفس الطول او بنفس الشكل. جميل جميل. بيساوي ايه الزمن الدوري؟ بيساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات الكاملة. يعني مثلا لو انا قمت رايح جاي، جايب ستوب ووتش ومسكتها وقعدت اعد الاهتزازات الكاملة، لقيتهم مثلا 10 اهتزازات مثلا. يعني الجسم قعد البندول ده عمل لي 10 اهتزازات كاملة. تمام. وبص في الساعة لقيتها مثلا 5 ثواني، وبص في الستوب ووتش لقيته عمل الكلام ده في 5 ثواني. فأنا عاوز أحسب الاهتزاز، الزمن بتاع الاهتزاز الواحد اللي هو الزمن الدوري، يبقى بيساوي إيه؟ الزمن الكلي اللي هو 5 على عدد الاهتزازات اللي هو 10، يبقى بنص ثانية. جميل. طبعا وحدته الثانية، وقلنا ساعة الاهتزازة هي عبارة عن بينها زحف أو وحدتها متر، برضه إزازة الجسم الممتاز هو متر، الوحدة بتاعتها متر. طبعا الاهتزاز الكاملة ملهاش وحدة. جميل. بعد كده بتعرف على حاجة جديدة وهي إيه؟ التردد، وبرمز له بالرمز نيو. هو حاجة شبه الفي كده بس مش في يعني. تمام. النيو ده بيساوي إيه؟ هو عبارة عن مقلوب الزمن الدوري. بمعنى تاني هو عبارة عن عدد الاهتزازات الكاملة اللي بعملها في ثانية واحدة. يعني بالثانية كده واشوف انا عملت فيها كام اهتزاز كاملة، الجسم ده عمل كام اهتزاز كاملة. وبالتالي يبقى عبارة عن ايه؟ لو انا برضو جبت ستوب ووتش نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق، كان معايا 10 اهتزازات كاملة خلال ال5 ثواني، انا عاوز اعرف خلال الثانية الواحدة بعمل كام اهتزازة. يبقى اقسم عدد الاهتزازات كلي اللي هو ان على عدد الثواني. يديني ايه؟ هيديني هنا ذبذبتين او اهتزازتين لكل ثانية. جميل. اللي هو بقيسه وطبعا وحدته بالهيرتز. يعني لو انا قلت ال10 اهتزازات دول على ال5 ثواني ابقى بيديني كام؟ بيديني 2 هرتز او 2 ثانية أس سالب 1. الاثنين دول بيساووا بعض، يعني الهرتز هو برضه الثانية أس سالب 1. جميل. ده التردد. بعد كده بشوف العلاقة بين الزمن الدوري والتردد. احنا قلنا ان الزمن الدوري اللي هو تي كابيتال بتساوي تي سمول اللي هو الزمن الكلي على على الاهتزازات، وقلنا ان يو بيساوي ان اللي هو الزمن عدد الاهتزازات الكلي على الزمن الكلي. لما باجي اقارن الاثنين ببعض هلاقي ان يو بيساوي 1 على الزمن الدوري. تمام. لما احب امثل العلاقه دي بيانيا لا تطلع لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو حبيت بس العلاقه بين النيو والواحد على تي بيطلع خط مستقيم، السلوب بتاعه واحد، السلوب بتاعه بيساوي 1 او الزاويه، وبيعمل زاويه 45 مع الاكس. تمام. لو حبيت امثل العلاقه بين نيو تي بيديني علاقه عكسيه. جميل. طبعا السلوب بتاعت النيو والواحد على تي طبعا بيساوي 1. جميل جميل. ديت ملحوظة كده جاية في كتاب، وكتاب الامتحان جايبها زي ما هي كده، واحنا واخدين علمين زي ما هي كده. تمام. دي عبارة عن تدريب عملي أصلا، المفروض يعني بتعمل عملي، وهي حاجة بس للمعرفة، حاجة اسمها الحركة التوافقية البسيطة أو الحركة الاهتزازية البسيطة. تمام. وهي حركة البندول البسيط أو الملف الزنبرقي. تمام. ديت احنا بنعملها ازاي؟ قال لك بجيب ملف زنبرقي وبربط فيه سكر. تمام. وبثبته على سطح املس، وبثبت طبعا الزنبرك في حيطه. تمام. وطبعا هو كده محطوط في وضع السكون، ببدا اشده، ببدا اشده لحد مسافه معينه. تمام. هي دي اللي انا بتبقى ساعه الاهتزاز بتاعتي، وابدا اسيبه، ببص الاقيه بيبدا يرجع. طبعا ده كان موضوع البدايه، انا شديته هنا اهوت، بعد كده رجع لموضع السكون تاني بتاعه
وبعد كده هيبدأ ينضغط بمسافة مساوية للمسافة اللي أنا شديته من الناحية التانية عكسها يعني، تمام، ويرجع تاني يروح لموضع السكون وهكذا، لحد ما المفروض طالما السطح ده أملس المفروض ما يقفش الحركة دي والتانية تتكرر على طول. لما جينا ناخد على المسار بتاعه بالشكل زي ما احنا شايفين كده، ناخد رسم بياني على النقط اللي هو بيقف عندها أثناء حركته، المفروض هو راجع بيرجع على كل النقط دي، يعني بيرجع كده، مش بان هو بيرجع بيبينها بيقوم راح جاي على طول، لا يرجع واحدة واحدة كده. فرسمنا منحنى، لقينا المنحنى ده اسمه منحنى جيبي، يعني اقدر اوصل، يعني انا دلوقتي اقدر اوصف الحركة بتاع الحركة الاهتزازية بمنحنى جيبي زي اللي تحت ده بالظبط. هو هنا طبعا رسمه ما بين الدي اللي هي الإزاحة والزمن، قال لك وانا لسه في البداية خالص كانت الدي بصفر، بعد ربع الزمن الدوري اللي هو ربع الدي اللي هو تي على 4 كان عمل اول ساعة اهتزازة، بعد كده بقى عنده نص تي كان عمل تاني ساعة اهتزازة ووصل الإزاحة بتاعته بصفر. ليه؟ الإزاحة دي احنا قلنا بتتحدد من نقطة البداية لنقطة النهاية. طبعا لما هو وصل لموضع السكون الاساسي اللي هو بدأ منه بقت ازاحته بصفر، بعد كده عمل ازاي ساعة ازاي كمان دي التالتة بس في عكس الاتجاه بتاعه، ضد الاتجاه اللي كان ايه ماشي اللي كان بادئ ناحيته، تمام، فبقت بالسالب، بقت الساعة بتاعته بالسالب، الدي بالسالب. بعد كده رجع تاني لموضع السكون، عمل دورة كاملة خلال زمن تي كابيتال، تمام. فدي بتعرفها بحيث يعني لو عندكم، لو هيبقى عندكم عملي المفروض يعني تشتغلوا دي، جميل. ما عندكوش عملي بقى بتعرف بس ان انت عندك ان انا اقدر حاجتين اتنين، ان حركة البندول البسيط وحركة الملف الزنبرجي دي بتسمى حركة توافقية بسيطة، تمام، واني بقدر امثل الحركة دي بمنحنى او بيانيا بمنحنى جيبي. بمنحنى ايه جايبي؟ جه منين منحنى جايبي؟ لان المنحنى ده اللي هو دالة الجيب الزاوي، لو انتوا طبعا اكيد درستوها يعني، اللي هي الجا، دالة الجا لما باجي امثلها بتطلع بالشكل ده كده، تمام، عشان كده اسمه منحنى جايبي، جميل. بعد كده اخر حاجة خالص معانا في الدرس دوت اللي هي تحويلات الطاقة في البندول البسيط، دي انتوا المفروض يعني برضو اكيد عارفينها، تمام، في مفهوم الطاقة الميكانيكية. لو أنا عندي بندول بيتحرك بالشكل ده، جميل، بيبدأ من النص اللي هو أكتر موضع المفروض يعني ده أقرب حاجة للأرض، تمام، ويبدأ يطلع من ناحيتين، تمام، لفوق ولتحت، لفوق من الناحية دي ولفوق من الناحية دي، تمام. لو أنا خدت أكني خدت سكرين شوت كده أو لقطة معينة عند كل ناحية، عند طبعا اقصى ازاحه اللي هي ساعه الاهتزاز بتاعته، وادي الايه اللي هي الموضع اللي هو كان بادئ من عنده وموضع السكون، جميل. باجي الاقي ايه اثناء مسار الحركه؟ لو لاحظنا في الساعه دي، تمام، هتلاقي ان هو وهو طالع لفوق لحد ما يوصل للبي والسي المسافه بتاعته الرأسيه بتزيد لفوق، وبالتالي طاقة الوضع بتاعته بتزيد، وفي نفس الوقت بلاقي السرعة بتقل، يعني طاقة الحركة بتقل، دي بتعوض دي بحيث ان المجموع بتاع الاتنين يفضل ثابت اللي هو اسمه الطاقة الميكانيكية، تمام، وبنفس ونفس لحد ما يوصل هنا كده لأقصى قيمة لطاقة الوضع واقل قيمه لطاقه الحركه اللي هي بتبقى بصفر، لان السرعه بتوصل هنا بتنعدم عند بي وسي، بيبقى عند بي وسي اكبر طاقه وضع واقل طاقه حركه اللي هي بصفر لانها منعدمه، اللي هو بسميه هنا سكون لحظي، ان هو بيسكن عند بي يقف سنه كده ويقوم جاي راجع تاني، جميل. اثناء رجوعه بقى ده اللي بيحصل، المسافه الرئيسيه بتقل وبالتالي طاقه الوضع بتاعته بتقل، فايه اللي بيحصل؟ طاقة الحركة بتبدأ تزيد، يبدأ ياخد أكنه حاجة بتزقه، يبدأ طاقة الحركة بتاعته تزيد فالسرعة تزيد لحد ما أوصل هنا عند الـ A، هنا دي اللي هي رقم 2 دي أكبر قيمة لطاقة الحركة اللي هي أكبر قيمة للسرعة، تمام.
وفي نفس الوقت أقل قيمة لطاقة الوضع اللي هي في صفر. جميل. يبقى عن وأنا طالع اللي بيحصل، وأنا رايح ناحية بي أو سي اللي بيحصل طاقة الوضع بتزيد لحد ما توصل أكبر قيمة لها عند بي وسي، وطاقة الحركة تقل لحد ما توصل بصفر عند بي وسي. وأنا نازل العكس بيحصل، طاقة الحركة بتزيد لحد ما توصل أكبر قيمة لها عند الإيه اللي هي في منتصف المسار. تمام. لا، اللي هي في منتصف المسار. وطاقة الوضع بتقل لحد ما بتوصل عند الايه بأقل قيمة لها اللي هي صفر. وكده يعتبر الدرس خلص. هو كان عبارة عن يعني شوية تعريفات وحاجات، بس حاجات مهمة لأن ديت بتمهد للي جاي، دي بتمهد للي جاي. فبإذن الله ذاكروا ويعني هحلوا الأسئلة اللي موجودة في كتاب الامتحان، هتلاقوا أسئلة كويسة جدا، والتدريبات هي تدريبات بسيطة. تمام. وأي استفسارات ممكن تحطوها في الكومنتات على الفيديو، وإحنا بإذن الله هنجمعها كلها ونجاوب عليها في فيديو واحد. تمام. بس دي أهم حاجة، تذاكروا بتركيز بحيث إن إحنا لما نيجي نكمل قدام ما تبقوش تهين. وشكرا جدا لكم.